alayım. فوق في الأوضة. ايه ده؟ انت عملت فيها ايه؟ وانا لحقت اعمل حاجة؟ ساعة ما جينا من الفرح دبت معايا خناقة، ومن ساعتها واحنا على الحال ده. حتى بالليل لما حبيت اكل طلبت لنفسي اكل من بره. يا حبيبتي يا بنتي، لا انا هطلع اشوف بنتي حصل لها ايه، عملت ايه؟ اكيد اكيد زعلتها زعلة كبيرة قوي. ابدا والله يا عم، ده انا عملت البدع عشان ما بوصي الليلة وبرضه مفيش فايدة. يا سيدي الليالي الحلوه جايه كتير قوي. هدي لسه ما اشتغلتش. دي هتشتغل باذن الله. وانا جايبني ورا غير القرارين امثالك؟ الله، وانا قلت حاجه؟ اسكت بقى عشان انا مش طايق نفسي. اسكت، مش عايز اسمع صوتك، كفايه اللي انا فيه. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.